وحتى ضلكن على الموضة، على الموضة مع هادية صارت معنا بالاستديو. حسيت حالي عم بعمل دعايه لحالي. صباح الخير هادية. ريدا، وصباح الخير لكل مشاهدينا. وينعاد عليك. وينعاد عليك انت كمان، وينعاد على كل المشاهدين اللي عم يحضرونا، يلي هلا هيك بلشوا شهر رمضان والصيام، واللي هيك بس في على فكره في قسمين من الناس، في ناس يلي بتحسيهم كثير مبسوطين بشهر رمضان وما بينقوا ابدا، يا اما في ناس كثير بضلوا انه يا الله يا الله، اكون مثلا توعي على بكره مثلا الساعه 10 ايام بتكون مثلا واعيين، يا الله اي ساعه الافطار، اي ساعه الافطار، هو انه للساعه 7 ونص 8 الا ربع 8 الا 5 تقريبا. على كل حال ان شاء الله بينعاد على الجميع، وان شاء الله يكون بطريقه ايجابيه مثل ما كل العالم بتحبها، شهر هيك يكون بيسفل. اليوم غيدا بعد مكفيين سوا، اليوم اخر حلقه لجوله على الاسواق المحليه، ومثل ما كل العالم صارت بتعرف انه صرنا باخر الموسم، مع انه بعدنا باول الصيفيه بشهر تموز، بس هلا يعني لما نقول اخر الموسم يعني الحصومات الكبيره ابتدت. يعني تقريبا كل المحلات صار الحصومات عندها بين 30 و40 وحتى 50%، وفي بعض المحلات 70% كمان عم بيخلصوا المجموعات الربيع والصيف، وعم ببلشوا يقدموا مجموعات يعني اللي فيهم يسموهم البري كولكشن يا اما الفول كولكشن. هلا ما فينا نقول عنهم فول كولكشن لانه بعدنا بالموسم، بعمق الموسم، يعني هل فينا نعتبرهم البري كولكشن، خاصه هلا جاي العيد وكلياتنا بنفكر شو بدنا نلبس ثياب حلوه للعيد، لانه مش معقول نضل عم نلبس ثيابنا القديمه، هل فينا نشتري ثياب حلوه من هيدا الموسم نستفيد من الحصومات. على كل حال ما كثر حكي، خلينا نبتدي سوا مع كورتيفيال. كورتيفيال اللي عنده كمان عده فروع، كورتيفيال بيتميز بمجموعات للسيدات والرجال بنفس الوقت، اللي موجود بالابسه اشرفيه ببيروت سوق والسيتي مول. ننتقل ونشوف شو عنده كورتيفيال لربيع صيف 2013.
شفنا كورتيفيال، كورتيفيالي اللي عنده ثلاث فروع وين ما كنتوا، بالأبيسة أشرفية، بيروت، سوكس بالطابق الأول، بالإضافة لسيتي مول. أما هلأ بننتقل كمان لستايل مختلف وهو تاتان. تاتان مالتي براند، لوجيري براند كلياتهم. وتاتان موجود ببيروت مارينا تاورز مينا الحصن. وبحب ذكر أنه تاتان هون بس لأننا نحن سيدات مش مثل كورتيفيال. ننتقل بنشوف شو في عنده لهالموسم. فإذا شفنا تاتام هيك لكل الأشخاص اللي عندهم مناسبات لهلا، من هلا لآخر الصيفية فيكم تروحوا تكتشفوا شو في عنده تاتام لهالموسم. تاتام موجود ببيروت مارينا تاورز بمينا الحصن. اما هلا بنرجع ننتقل عن محل ثاني وهو فاشينيزم لنا نحن السيدات بالرابيه مين رود بدبي بوتيك مول ولين داون تاون. ننتقل بنشوف شو في عنده فاشينيزم لربيع الصيف 2013. Save me. My hands, they were strong.
فإذا شفنا سوا فاشينيزم، فاشينيزم يلي موجود بالرابية مين رود بدبي بوتيك مول وبلين داون تاون. أما هلأ كمان ننتقلوا مننهي جولة على الأسواق المحلية مع ماركة شهرت كتير وتميز كتير بالفرق الألوان. شو هي بيناتون؟ بيناتون يلي مش رح حدد المناطق لأنه بكل منطقة بلبنان عنده فرع، وأكيد عنده هلأ الحسومات الكبيرة على كل المجموعات. بيناتون أكيد بيتميز بمجموعات لكل العائلة من السيدات للرجال والأطفال. ننتقلوا منشوف سوا شو في عنده بيناتون لهالموسم. Something right now that you might not understand. But don't you worry. What I have to say can bring a change in your life. You see, no weapon formed against you can prosper. It's in the Word. And if you need help, all you gotta do is ask. All right. Get in line. For tonight's offering. No riches are needed. Tonight we're offering ourselves. شفنا سوا بيناتون، بيناتون للشباب والصبايا وكمان للولاد يلي موجود بكل انحاء لبنان، ومثل ما اكيد كلياتنا بنعرف بيناتون ماركه ايطاليه. وهيك ما جوله على الاسواق المحليه بتنتهي فقره على الموضه. لكل الاشخاص يلي طلع بيرن يشتروا اشياء جديده فيهم بلشوا يشتروا اشياء جديده من بري كولكشن، لان تقريبا بعدد كثير كبير من المحلات بلشوا يظهروا المجموعات الجديده، يا ما فيهم يتمتعوا لاقصى درجه بالحسومات يلي كثير حلوه. وهالموسم للاشخاص يلي ما لبسوا الوان، هلا انا وياك اليوم من الريفرنس اسود وابيض، اذا ما اشتروا اسود وابيض ماست هاف يشتروا اسود ابيض، يا اما يشتروا الوان كثيره لانه الالوان هن الماست هاف لهالموسم، والالوان كمان مكفيه معنا للموسم كمان اللي جاي. مزبوط مزبوط. نحن بنرجع بنشوفك جمعه الجاي ان شاء الله. هذه رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. كارلا بتكون معنا، كل اللي حابين يطرحوا عليها اي سؤال اكيد اتصالاتكم مباشره على الهواء بعد لحظات بخفيف نظيف. وانا والشيف شادي عنده الوان كمان، الشيف شادي اوعى ما تزعل، سوري بنعتذر منك. وانا خذ ساعه اليوم على الهواء يا عمي. خليكم معنا.